ازيكم يا اصحابي في كل مكان، وكل واحد بيتفرج على برنامجنا الجميل اجيال. زي ما متعودين برنامج اجيال دايما هدفه ان احنا نقدم لكم حاجات جميله جدا وقصص هادفه وممتعه، سواء قصص الانبياء مع زميلتي الجميله دينا او سواء قصص عظماء الصحابه. فالنهارده ان شاء الله هكلمكم عن صحابي عظيم جدا، لكن خلوني اتعرف على اصحابي اللي معايا في الاستوديو ونسمع قصه الصحابي اللي معايا. تعرف عليكم؟ عبد الله. عبد الله، ازيك يا عبد الله؟ عندك كام سنه؟ 10 سنين. ما شاء الله. حالة عندك كام سنه يا حالة؟ سبع سنين. ما شاء الله يا حالة. حمزه. عندي 10 سنين. انت عارف ان في صحابي من اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم اسمه حمزه؟ سيدنا حمزه بن عبد المطلب. انت اسمك على اسمه صح؟ عم الرسول صلى الله عليه وسلم. برافو عليك يا عبد الله. طب انتوا عارفين ليه بنتكلم عن قصص الصحابه؟ علشان هم اللي ساعدوا سيدنا محمد في حاجات، وهم اللي كانوا هم على طول اللي في ظهره. صح، وكمان بيتعلموا من الرسول صلى الله عليه وسلم. عارفه يا حاله ليه كمان؟ علي صوتك يلا. طب قولي يا حمزه. نتعلم قصص الصحابه يا اصحابي عشان هم كانوا اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانوا بيقلدوا الرسول في كل حاجه، وعاشوا مع الرسول وتعلموا منه كل حاجه حلوه، فاكيد هما بيعملوا حاجات حلوه في حياتهم، فاحنا كمان نعرف هما كانوا بيعملوا ايه حلو في حياتهم عشان نبقى حلوين زيهم. النهارده يا اصحابي هكلمكم عن صحابي عظيم عظيم لدرجه كبيره جدا، لدرجه ان في موته اهتز عرش الرحمن. اكيد عرفتوا طبعا مين هو الصحابي. هو سيدنا سعد ابن معاذ. حد سمع عنه قبل كده؟ لا. انتوا ما تسمعتوش عشان انتوا صغننين. ممكن نسمع قصته مع بعض؟ سيدنا سعد ابن معاذ كان ايه؟ صحابي كبير جدا، لكن اكيد ما كانش صحابي كده فجأة. هو ما كانش اصلا في الاول مسلم خالص، وكان عايش في المدينة، والرسول صلى الله عليه وسلم كان في مكة. لما الرسول جه عليه الاسلام وبدأ ينتشر الاسلام في مكة، في ناس جت من المدينة عشان تبايع الرسول. تبايع الرسول يعني ايه؟ يتفقوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم ان هم هيؤمنوا بيه ويسلموا، وان هم ينصروا الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينه لما الرسول يجي لهم المدينه، وكمان يخلوا الناس اللي في المدينه يدخلوا الاسلام. تمام يا حمزه؟ تمام. فايه، ناس راحت المكه عشان يبايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، وخلاص بايعوا الرسول وراجعين تاني المدينه. فالرسول قال يبعت معاهم صحابي جميل كان اسمه مصعب بن عمير عشان يروح لأهل المدينة ما كانوش لسه مسلمين، يعلمهم ازاي يقرأ القرآن، يعلمهم ازاي يعرفوا حاجات الإسلام الجميلة، يبقى يتعلموا الحاجات بتاعة الإسلام، وكمان يدعوا الناس اللي مش مسلمين ان هم يسلموا. فلما راحوا ساعتها بقى سيدنا سعد بن معاذ اللي بنتكلم عنه النهاردة كان هو رئيس قبيلة. عارفين يعني ايه رئيس القبيلة؟ هو سيد القبيله كلها. فسمع ان في ناس بيقولوا ان في حاجه اسمها سيدنا محمد ويعبد ربنا وما نعبدش اصنام، فكان متنرفز منهم، فبعت لهم واحد وقال لهم ايه؟ روح، قال له روح اتخانق معاهم انه ما ينفعش حد يقول كده. راح عشان يتخانق معاهم، فسيدنا مصعب خلاه يقعد وحكى له عن الاسلام. فسمع الاسلام كده وقلبه اتغير كده، قال ايه ده؟ الاسلام ده شكله جميل قوي وعظيم. فرجع لسيدنا سعد، فسيدنا سعد شاف وشه كده قال له انت متغير كده ليه؟ راح قال له الاسلام اللي هما بيقولوه ده شكله دين جميل، ما ايه رايك تروح تسمعه؟ راح سيدنا سعد بن معاذ قال طيب اما نشوف. راح عشان يقعد مع سيدنا مصعب ويشوف بقى ايه الاسلام اللي هما بيقولوا عليه ده. راح قعد وسمع الاسلام، قلبه فرح جدا، حس ان هو ده دين ربنا، واسلم على طول. يا حمزه، اول سيدنا سعد اول ما سمع عن الاسلام قد ايه جميل، راح اسلم. مش اسلامنا جميل قوي؟ الاسلام بتاعنا ده جميل قوي، لو حد مش مسلم يعني يحس كده ان هو ايه، ناقصه حاجه حلوه قوي. اول ما سيدنا سعد بن معاذ اسلم وهو كان سيد الايه؟ القبيله. تفتكروا القبيله هتعمل ايه هي كمان؟ تسلم. كل القبيله اسلمت، كلهم كبار وصغيرين وستات ورجاله، عشان هو كان شخص عظيم قوي وهما بيحبوه وكان مؤثر قوي. فلما هو اسلم هما كمان ايه؟ قالوا خلاص يبقى هنسلم احنا كمان. فخلاهم كلهم يسلموا في نفس اللحظه، كلهم اسلموا. شفتوا ما شاء الله قد ايه عظيم؟ طيب دلوقتي نتعلم اول نقطه من سيدنا سعد، ان هو اصلا كان ايه؟ انسان كويس والناس بتحبه وواثقين فيه. فاحنا لازم تبقى اخلاقنا حلوه طول الوقت والناس تبقى واثقه فينا، عشان مثلا يا عبد الله لما تيجي تقول لحد اعمل معايا مثلا حاجه خير او كده، وهو يصدقك ازاي الا لو هو عارف ان انت انسان كويس
وانسان صح وبتعمل اكيد حاجه صح، صح؟ لكن لو انت مثلا باين ان انت بتلعب وبتهزر وما بتعملش حاجات كتير حلوه مثلا، او مثلا مش انت يعني اي حد من اصحابنا واحد مثلا بيكذب او ما بيقولش الحقيقه، الناس هتصدقه؟ مش هتصدقه. يبقى اهم حاجه ان احنا نتعلم ان احنا نكون اخلاقنا كويسه والناس بتحبنا، فلما نيجي نطلب منهم ان هم يشتركوا معانا في حاجه خير هيبقوا فرحانين، صح؟ صح. سيدنا سعد بن معاذ كان ليه مواقف جميله جدا جدا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في غزواته، هو حضر معاه غزوه بدر وغزوه احد وغزوه الخندق. سيدنا سعد بن معاذ اسلم وهو عنده 30 سنه ومات وهو عنده 36 سنه، يعني قعد كام سنه في الاسلام؟ ست سنين. طيب واحد قعد 6 سنين في الاسلام هيلحق يعمل حاجه يعني ولا مش هيلحق يعمل حاجه كويسه؟ ممكن يلحق. ممكن يلحق. وعبد الله قال مش هيلحق، حلقة قالت مش هيلحق. طيب سيدنا سعد بن معاذ مش ممكن يلحق، ده هو عمل حاجات للإسلام أعظم من ناس كتيرة قوي، يمكن عاشت مثلا 90 سنة وماتت وما عملتش أي حاجة للإسلام. يعني أنا دايما بسأل نفسي أصحابي، أنا مثلا عندي دخل يعني عندي حاجة 20 سنة، بقعد أقول أنا قدمت إيه للإسلام؟ أنا عايشة بقالي حاجة 20 سنة مسلمة، هيا ترى أنا قدمت إيه حاجة حلوة للإسلام؟ سيدنا سعد بن معاذ 6 سنين اسلام، لما جه يموت وهو استشهد في غزوه، عارفين حصل ايه؟ اهتز لموت عرش الرحمن. عارفين عرش الرحمن؟ عارفين ان ربنا قاعد في عرش فوق 7 سماوات؟ ربنا العرش ده اتهز لما سيدنا سعد بن معاذ مات. انتوا متخيلين عظمه الموقف ده؟ عارفين حصل كده ليه؟ لان السماء وربنا والملائكه كانوا فرحانين ان روح سيدنا سعد طلعت الجنه، من كتر ما قد ايه اكيد طبعا كان انسان رائع في الدنيا، اكيد عمل حاجات كتير حلوه قوي لدرجه ان كل السماء تبقى فرحانه ان هو مات وروحه طلعت. وفي ناس تانية ممكن لما تموت السماء تبقى زعلانه وربنا زعلان ان هو روحه مش حلوه. احنا نتمنى نبقى ايه؟ روحنا حلوة. نتمنى نبقى روحنا حلوة، بس هنوصل لده كده بالسهل ولا لازم نتعب عشان ربنا؟ لازم نتعب. لازم نصلي صلواتنا كلها، لازم نتعلم قراءة القرآن، لازم يبقى عندنا بر والدين، نعامل بابا وماما معاملة حلوة قوي، نعامل الجيران كويس بإحسان، لازم يبقى عندنا عطاء مع الغلابة، تعاون، كل أخلاق الرسول وكل أخلاق الصحابة لازم نطبقها. مفيش حد بيدخل الجنة وهو قاعد كده مبسوط وما بيعملش حاجة حلوة، صح؟ صح. فدي لازم نتعلمها من سيدنا سعد. 6 سنين بس، انت قلت لي عندك كام؟ 10 سنين. انت عندك 10 سنين، بقى لك 10 سنين مسلم اهو، وكان في ناس قدك على فكره بيبقوا في الصحابه صغيرين، كلمنا عنهم قبل كده، ويبقوا قائد جيش بينزل معاهم في الغزوه وبيحارب. اه والله، من هم صغيرين تبقى حلو وتبقى شاطر يا عبد الله او يا حمزه، هتكبروا تلاقوا نفسكم حلوين، صح؟ صح. كمان سيدنا سعد بن معاذ في جنازته لما جه يموت الرسول صلى الله عليه وسلم، انتوا عارفين الجنازه لما بيخشوا يصلوا على حد مات؟ فالصحابه كلهم بيصلوا، كانوا واقفين في المسجد عادي، فالرسول صلى الله عليه وسلم داخل وعمال يجي يمين كده شمال يبعد شويه، والمسجد ما فيهوش ناس كتير فاضي، فالصحابه بيقولوا للرسول صلى الله عليه وسلم انت بتعمل كده ليه؟ ما تمشي عادي، ما فيش حد، يعني كانه بيوسع مع حد. وبيقول له، قال لهم ايه؟ توقعوا، قال لهم ايه؟ قال لهم في 70,000 ملك نزلوا من السماء عشان يحضروا جنازه سيدنا سعد بن معاذ. قد ايه التكريم ده؟ عظيم عظيم عظيم. انا مش قادره اوصف عظمته، ان في 70,000 يا حمزه ملك، عارفين الملائكه؟ نزلوا من السماء يحضروا الجنازه، بس احنا ما بنشوفهمش، الرسول صلى الله عليه وسلم بس هو اللي بيحس بيهم ويشوفهم، عشان كده كانوا مليين المسجد، المسجد كان زحمه من الملائكه اللي بتصلي على سيدنا سعد بن معاذ. ده يدل على قد ايه ان هو كان شخص عظيم قوي، صح؟ حد نفسه يبقى زي سيدنا سعد بن معاذ؟ أنا. طب احكي لكم على كمان موقف عمله يدل على ان هو راجل قوي وكل الناس بتحبه. كان في مره غزوه اسمها غزوه الخندق ايام الرسول صلى الله عليه وسلم، سمعتوا عنها؟ ما سمعتوش عنها؟ كان الرسول في مشكله ما بينه وبين الكفار، طبعا عايزين يحاصروهم ويعملوا مشاكل، فالمسلمين حفروا ايه؟ خندق كبير. خندق ده زي حفره كبيره كبيره وعميقه، وحوطوا بيها كده ايه؟ المدينه، عشان الكفار لما يجوا ما يعرفوش يدخلوا المدينه، لو حد جه الحصان هيقع بيه جوه الحفره دي، فكده ايه؟ حموا نفسهم. واتفقوا مع اليهود، اليهود كانوا في المدينه ساعتها مش مسلمين، بس الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيعاملهم معامله كويسه، حتى لو حد مش مسلم احنا لازم نقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم ونعامله معامله كويسه جدا. ف
فكان عامل اتفاق مع اليهود، انتوا ما تأذوناش، ولو حد جه حاربنا يا اما تدافعوا معانا عننا، يا اما خلاص تقفوا في النص، ولا تدافعوا عننا ولا تدافعوا عنه. واليهود قالوا تمام وخلاص اتفقوا. لما في غزوه الخندق حصل كده، تخيلوا عملوا ايه اليهود؟ عملوا ايه؟ راحوا ساعدوهم، خانوا الرسول صلى الله عليه وسلم وخانوا اصحابه وخانوا العهد، وراحوا ساعدوا الكفار. ازاي بقى؟ تخيل ساعدوهم ازاي بقى؟ ساعدوهم ان هم خلوهم ان ممكن حد يعدي منهم، او ممكن يسهلوا لهم ان هم يخشوا المدينه ويؤذوا ناس، او ساعدوهم بكل الطرق. الرسول صلى الله عليه وسلم لما عرف كده راح خد المسلمين وراحوا حاصروا اليهود، كانوا موجودين في مكان، حاصروهم واتضايقوا منهم جدا. ففضلوا بقى يقولوا للرسول خلاص سامحنا سامحنا، احنا الرسول قال لهم احنا كان بينا عهد، ازاي نقضتوا العهد؟ ازاي انا اتفقت معاك على اتفاق، ما ينفعش تعمل كده، انت كده خنتني، كنت هتخلي العدو يموت كل المسلمين، دي حاجه كبيره صح؟ فقالوا له خلاص احنا اسفين، احنا اسفين، خلاص هات سيدنا سعد بن معاذ وهو اللي هيحكم بينا ويقول احنا لو احنا وحشين يحصل لنا ايه. الرسول قال لهم خلاص انتم موافقين ان سيدنا سعد هو اللي يحكم، هما كانوا بيحبوا سيدنا سعد بن معاذ مع انه مسلم، بس هما كانوا بيحبوا، كل الناس كانت بتحبه. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم خلاص هنجيبه. جه سيدنا سعد، طبعا ايه كان ساعتها هو كان اتصاب بسبب خيانه اليهود دي، كان جاله سهم وكانت رجليه مش قادر يمشي وبينزف دم. رجل مين؟ رجل سيدنا سعد بن معاذ بينزف، تخيل يا حمزه، وجايبينه وهو بينزف وبيشيلوه وحطوه. فايه الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ان هم عايزينك تحكم، هم عملوا دلوقتي غلطه كبيره، وانت يا سيدنا سعد اللي بايدك ان انت تحكم في الغلطه دي، ايه ممكن يكون عقابهم؟ فسيدنا سعد كسف ان هو ازاي يحكم والرسول صلى الله عليه وسلم موجود، مش الرسول هو المفروض هو اللي يحكم؟ بس الرسول صلى الله عليه وسلم قال له لا، هم اختاروك ان انت اللي تحكم، هم بيحبوك. فخلاص بقى قاعد وقال خلاص هترضوا بحكمي، قال لليهود هترضوا بالحكم؟ قال له قالوا له اه احنا بنحبك وهنرضى باي حاجه تقولها. قال الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابه هترضونا بالحكم؟ قالوا اه. فسيدنا سعد قال الغلطه اللي غلطوها دي عقابها ان الرجاله اللي عملوا كده كلهم هيتقتلوا، وكل فلوسهم هناخد فلوسهم عشان خاطر جيش المسلمين وكده. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال انت نفس الحكم اللي سيدنا سعد ده قاله هو نفس الحكم اللي ربنا برضو قاله، بس كان قايله للرسول صلى الله عليه وسلم ان ده عقابهم. لكن سيدنا سعد شوفوا قد ايه عنده يعني جزء رباني كده جميل، ان هو حكم بنفس حكم الله من فوق سبع سماوات، يعني هو قال نفس الكلام اللي ربنا عايزه بالظبط. وفعلا عملوا كده، وده كان عقاب اليهود، كان اسمهم يهود بني قريظة. عقابهم ان هم خانوا الرسول وخانوا اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وطبقوا عليهم الحكم ده. وده يدل على عظمة ايه سيدنا سعد. فسيدنا سعد اهم نقطة مش عايزاكم تنسوها، ان هو اسلم كام سنة؟ ست سنين. عاش 6 سنين بس، هو بعدها مات، بعد القصة دي مات. 6 سنين عاشهم الاسلام، يعني كان قوي 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 فوق الوصف. احنا بقى عايشين كتير قوي وعم نعيش كتير قوي يا اصحابي، وبالسنين وللاسف في ناس كتير بتموت مننا، ويمكن كل اللي كنا عملناه حاجات بسيطه قوي قوي، واسمنا لا بيتخلد ولا حتى بحد بيفتكرنا بحاجه حلوه ان احنا عملناها. فدايما بتمنى يا اصحابي ان احنا دايما نسال بابا وماما عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ماشي ماشي يا عبد الله، ماشي يا حمزه، ماشي يا حلا، نسالهم دايما، احكوا لنا عن الرسول، احكوا لنا عن الصحابه، انتوا اساميكم جميله زي اسماء الصحابه، وانت اسمك جميل قوي يا عبد الله زي ابو الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي كمان صحابه. نسال بابانا ومامتنا، كلمونا عن صفاتهم، احكوا لنا عنهم، عايزين نتعلم من سيرتهم الجميله. يعني كنت بتكلم مع اصحابي قبل ما نبدا تصوير، احلى شخصيات هم بيحبوها في الحياه كانت ايه يا عبد الله؟ والت ديزني، هو اللي عمل ديزني لاند. وانت يا حمزه كان ستيف جوبز. دي شخصيات ناجحه وعملت حاجات ناجحه في الحياه، لكن يا اصحابي في اشخاص اساسيه المفروض نعرفها. انا مش ضد ان احنا نعرف شخصيات عالميه وجميله وفعلا عملت حاجات كتير ناجحه، لكن انا بطلب من الاهالي دايما والامهات والابهات حطوا الاساس الاول في ولادكم، خلوا القدوه الاولى ليهم في حياتهم هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، من بعده اصحابه وصحابيات كمان جميله جدا ممكن نكلم ولادنا عنهم، عن اخلاقهم، عن صفاتهم، نثبت العقيدة، بعد كده نخليهم يختاروا شخصيات ناجحة وعظيمة من المجتمع وعالمية وعملت حاجات حلوة، لكن الأساس لازم يكون موجود. تمام؟ اتفقنا؟ يعني أول قدوة لازم نحطها لينا يا أصحابي هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ما ينفعش نحط حد قبله. بعد كده ممكن نحط بقى أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم والناس العظيمة الجميلة في إسلامنا، بعد كده نحط الشخصيات الناجحة اللي أنتوا بتحبوها. اتفقنا؟ اتفقنا. ان شاء الله اشوفكم كده دايما كويسين وناجحين،
اتفرجوا دايما على برنامج اجيال وتتعلموا من قصص الانبياء وقصص الصحابه، وتعلموا اصحابكم كمان في المدرسه. خلاص نورتوني النهارده، شكرا لكم، شكرا لكل اصحابي. بكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده، استنوني في حلقه جديده ان شاء الله وقصه صحابي عظيم من اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. اتمنى تكونوا استفدتوا واتبسطتوا. السلام عليكم.